اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مقبلات وسلطات في الفنادق الكبيره والمطاعم الكبيره وفي عالم المطبخ. عاملين له قسم خاص اسمه جارد مانجي. تلاقوا الشيف واقف، التلاجه جنبه، الكاونتر عليه كل انواع الخضار ربنا خلقها في الارض، اللحوم، اسماك، مش معناته سلطه ومقبلات يعني السفره ما تخلاش او المقبلات ما يكونش فيها بروتين حيواني او نباتي او خلافه، لا بالعكس، في انواع من السلطات تتاكل في الوقت نفسه بمجرد ما نعملها، اللي هي الخضروات الورقيه زي الخس والجرجير. في انواع من السلطات تقعد في التلاجه ساعه ساعتين علشان تاخد مرحله تبريديه زي البقوليات عشان نعرف ناكلها، تبقى الانسجه بتاعتها شربت الفليفر والطعم بتاع التوابل. في انواع من المقبلات تتحط في التلاجه فتره طويله وكل ما تقعد فتره كل ما تحلو، يعني عد عليها يوم اتنين تلاته زي البتنجان زي الحمص وهكذا. معانا النهارده من عالم السلطات والمقبلات، بما ان الصيف داخل علينا وهيبقى لنا يوم مع الايس كريم والعصاير والحاجات اللطيفه الحلوه عشان نستقبله بقلب جامد، هنعمل النهارده الارنبيط. الارنبيط بالطحينه، وازاي نطبخ الطحينه مع الارنبيط المشوي في الفرن، مش هيتحمر في الزيت، مش عايزين حاجات فيها زيوت كتير. معانا الحمص النهارده مصدر غني جدا للبروتين النباتي، البقوليات زي الفول زي الحمص زي اللوبيا، ولكن المشاكل مع الحمص الغازات والانتفاخ مع القولون والناس اللي بتعاني من مشاكل القولون. معاكم شيف شاطر، ازاي نتعامل مع الحمص بلطافه ناخد منه اللي احنا عايزينه. معانا الجمبري، حلو قوي، اخترنا اغلى حاجه في الفوسفور الجمبري مع الجرجير، الاثنين مع بعض بيتفقوا في طبق واحد مع فليفر من التوابل اللي هو الزعتر المستردة، ونشوف ازاي عصير الليمون وزيت الزيتون مع الاثنين يبقى لطيف وجميل. معانا النهارده كمان مايونيز، هنعمله سلطه لطيفه حلوه جدا مع برضو الجرجير والجمبري، ممكن نتعامل مع المايونيز وده منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. الخس هنا كمان لنا موقف معاه، الخس الكابوتشا الحلو اللي هو غني بالسكريات شويه بتلاقوا طعمه حلو، هنعمله مع الزبادي سلطه حلوه، والزبادي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني، منتجات الالبان، يعني عايز اوصل لحضراتكم ان السفره فيها بروتين، مش لازم يكون فيها هوبر، مش لازم يكون فيها فرخه متكتفه ولا ديك رومي. معانا البيض المسلوق النهارده هنعمله سلطه حلوه مع فليفر من الزيتون والمستارده والزعتر، والبيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. مش معناته كمان ان احنا نعمل طبق السلطه معناته ان ما يبقاش فيه بروتين حيواني او فيه قيمه غذائيه، بالعكس ده عالم تاني خالص نقدر ان احنا نعتمد عليه وناكله في وجبه رئيسيه في اليوم وتغني عن الحاجات اللي احنا عارفينها المحمر والمشمر اللي احنا قعدنا فتره طويله معاه. اجازه سعيده، كل سنه وانتم طيبين وراجعين بقلب جامد وراجعين طبعا بباور تاني خالص، ونقدم لحضراتكم بمناسبه دخول الصيف علينا بصدر وكده والجو حر، احنا واقفين مع بعض ان احنا نعمل أنواع من المقبلات والسلطات، وكل سنة وأنتم طيبين. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لعالم السلطات والمقبلات على شاشة القناة الأولى، أو أطرحوا بعيد. تعالوا نشوفوا مع بعض إزاي نعمل الجرجير ولا البيض. يا أستاذ رحاب معاكي مقادير إيه؟ حاجات كتيرة النهاردة. سلطة العب، هنعمل سلطة البيض النهاردة، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. سلطة البيض اللطيفة الحلوة بالمايونيز، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا بيض اتسلق، وبعد ما اتسلق قطعناه نصين وشلنا الصفار بتاعه، ركزي معايا شوية. وبعد ما شلنا الصفار بتاعه حطيناه في مية ساعة بالشكل ده كده، هناخده كده اهو. المقادير على الشاشة، بيض مسلوق وتوم وطماطم شيل صغيرة وإيه كمان؟ وريحان وزيت زيتون ومستردة ومايونيز. وتعالوا نشوفوا إزاي نعمل السلطة الحلوة دي كده للأطفال الحلوين اللي مش بياكلوا سلطات. البيض مفيد جدا، غني بالكالسيوم، غني بالمعادن، بروتين حيواني. ونمسك البيض كده يتقطع بالشكل ده كده اهو، يبقى الشكل مهم جدا. وبعد كده معانا زيتون ومعانا ريحان ومعانا عصير ليمون، معلقة خردل اللي هو المستردة، منه المعجون ومنه الحبوب اللي احنا عارفينها، بس يفضل طبعا معجون الخردل مع المايونيز هيدي طعم حلو.
البيض طبعا سلطة معروفة في المطابخ الغربية، منه بيض السمان الصغير بيتباع في بعض السوبر ماركات الكبيرة، بتلاقي العلبة فيها 20-15 واحدة كده بمبلغ وقدره، حلو الكلام، محفوظ يعني في علب. ده بيض طازة اهوت زي الفل اهو بالشكل ده كده. لا هو يبقى شكله كده علشان يبان ان ده بيض، لو احنا فرمناه اكتر من كده الشكل الجمال بتاع الشكل الجمالي بتاعه هنفتقده. اهو نشيل الميه دي كده وعشان الصوره الحلوه اهو، وتعالوا نتبله مع بعض. هنتبله ازاي؟ معانا ريحان اخضر اهو، ورقتين ريحان حلوين كده، نفرمهم بالسكينه ناعم. طب ينفع بدل الريحان زعتر؟ ينفع. ينفع بدل الريحان نعناع؟ ينفع، زي ما انت عايز. هي الفكره كلها الفليفر والطعم، عشان ما احسش ان انا باكل بيض صرفي كده. ناخد الريحان ده كده ينزل كده على البياض، فص ثوم ني حلو كده، معلقه مستردة حلوه، حلو الله عليك يا عم الشيف، معانا مايونيز، يلا يلا بالكفايه، ونقلب كل ده مع بعضه. ملح؟ مش هحط ملح. ليه يا عم الشيف؟ لان انا صالي البيض، خلي بالكم لما اجي بس اقول بيض لازم تتبع الخطوات اللي بقولها ديت. تجيبوا ميه وتسيبوا الميه دي لما تبدا تغلي، تحط عليها سلايس من الليمون او عصره ليمون ومعلقه خل صغيره وشويه ملح. سلق البيض لازم يتم بالمراحل دي. ليه يا عم الشيف؟ البيض ده طبعا بيض محطوط في السوبر ماركت، وبيبقى فيه جراثيم صغيره، في حد ماسكه بايده، الحاجات اللي احنا بدون ما نخش في تفاصيل فيها يعني لازم اعقمه كويس، لان القشره بتاعت البيضه مسامها مفتوحه، فلما بتسلقيها في ميه معقمه زي خل وليمون وملح انت بتعقم الميه، عشان الميه دي بتخش مع بياض البيض. شايف السلطه دي لطيفه قوي، هنغرفها مع بعض كده. ولكن معانا طماطم شيري صغيره، تعالوا نقطع شويه طماطم شيري حلوه معاها، وده اختياري برده، ما عندكيش الطماطم ديت قطعي طماطم صغيره، جيب الطماطم قطعها مكعبات صغيره كريات كده، احنا بس يعني بنظبط الدنيا علشان حضراتكم عارفين، عشان برضو اللي يقول لك يا شيف انا مش لاقي الطماطم، بالعكس والله ده موجوده في اي مكان اهي، انا جايبها في طريق الصبح وانا جاي اهو. طماطم الشيري دي حلوه، بتدي شكل حلو لطبق السلطه، زي اللي بيرسم لوحه فنيه كده، التاتش يعني من الاخر اهو، البرزنتيشن اهو. حلو، ونقلب دول كلهم مع بعض، وبعد ما نقلبهم هنغرفهم دلوقتي في طبق حلو نزينه بالجرجير الخاص زي ما انت عايزه اهو. طبق سلطه الاطفال بالذات حلو جدا، وحقوق الطبع لدينا، وبس طبق التقديم اهوت بسرعه، طبق حلو زي ده كده. معانا جرجير، يا ويلي يا ويلي اهو، عيدان الجرجير الحلوه دي كده تحط كده، وسلطه بتنفع الاطفال الصغيرين علشان طبعا مراحل النمو بتاعتهم، وبتنفع كمان كبار السن اهو. الطبق ده حلو اهو، مكانه حلو كده، نخليه هنا. حاضر يا غالي عينيا. حاجه جديده. طب دي تتشال في التلاجة يا شيف مغازة؟ تتشال في التلاجة، وكل ما تقعد في التلاجة كل ما تحلو بس لازم في التبريد ده ما يتحطش بره التلاجة خالص اعتقد الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها بالتأكيد طبعا على شاشة القناة الأولى. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لتفاصيل حلقة خاصة جدا بعد أجازة حلوة وأجازة سعيدة للمقبلات الحلوة والسلطات، عشان دخول الصيف سلطات ومقبلات، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.